للصحة والجمال، لون جديد للحياة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه. بيشرفنا ويسعدنا النهارده ان يكون معانا الاستاذ الدكتور جمال عبد الصادق عبد الوارث، استشاري جراحه الاوعيه الدمويه. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. فصل الشتاء تشرفنا بحضرتك، والكلام دلوقتي ان الشتاء اللي جايه دي ما جاتش بقالها كتير قوي، اكيد الكلام ده ليه علاقه بشكل او باخر بالاوعيه الدمويه. استاذنك ناخد اول خبر من مجلتنا ونستكمل حديثنا. وفي طبعا حاجة مهمة جدا، ناخد خبر طب ونكمل. فضل. خبرنا بيقول مرض رينودز يصيب الأطراف في فصل الشتاء. مرض رينودز هو حالة تصيب أجزاء معينة من الجسم مثل أصابع اليد وأصابع القدم والأنف والأذن، حيث يشعر الشخص المصاب به بتنميل وبرودة عند التعرض للبرد أو للتوتر والضيق النفسي. وسبب ذلك يعود إلى ضيق الشرايين التي تغذي جلد تلك المناطق من الجسم وتمده بالدم، فيقل الدم الذي يصل إليها. والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من الرجال، وهو أكثر انتشارا لدى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الباردة، ويعتمد علاج هذا المرض على مدى حدته وما إذا كان مصحوبا بأمراض أخرى. إيه حكاية مرض رينودز دي؟ مرض رينودز ده حضرتك بنتيجة احنا نقول عليه حساسية للبرد. حساسية البرد يعني إيه؟ بيحصل انقباض في الشرايين الطرفية اللي هي متوسطة الحجم وصغيرة الحجم. خاصة الشرايين الطرفية دي المقصود بيها اللي هي في الأطراف. أي فندم. أطراف زي إيه بقى؟ يعني حركة اللي هي الإيدين، القدمين، شحمة الأذن، ومقدمة الأنف. دي أكثر عرضة للإصابة بالبرد. دي الحتت اللي بتحمر في البرد. بالذات في البرد. هو اللي بيحصل حضرتك إن في ناس بنقول عندهم حساسية شديدة للتعرض للبرد. ايه اللي بيحصل؟ هو مش بيحصل انسداد، بيحصل انقباض شديد في جدار الشرايين اللي في الاطراف ديت. ايه الاعراض اللي بتحصل؟ الاعراض بتحصل حضرتك الايد بتبقى الاول باهته ولونها باهت خالص وفاتح، بعد شويه بتبدا بزرقان يحصل فيها زرقه، بعد فتره بيحصل اجهاد للشعيرات للعضلات الملساء اللي هي في جدار الشريان. كل ده بسبب البرد. كل ده بسبب البرد، حساسية البرد. طبعا دي بتختلف من أشخاص لأشخاص، والنساء والبنات في فترة البلوغ وفترة المراهقة بالذات أكثر عرضة للإصابة بمرض رينودز. اللي بيحصل حضرتك زي ما قلنا الأول الأعراض، إن تبقى الإيد باهتة أو القدم تبقى باهتة وساقعة وفيها تنميل، طبعا لأن العصب مش واصله دم. يعني في قل الدوره الدمويه ضعيفه في بالزبط. منطقه الاطراف بالظبط، نتيجه الانقباض بتاع الشرايين الطرفيه الصغيره ديت بيحصل فيها انقباض شديد. بعد فتره من الوقت بيحصل اجهاد للعضلات بتاعه الشرايين، يحصل انبساط. الانبساط بيحصل بيؤدي الى تدفق الدم بكثره في الاطراف في الطرف او في شحمه الاذن، عكس اللي كان بيحصل فبيحصل ايه؟ يحصل احمرار ويحصل حكه ويحصل توهج في بين الاصابع، يبقى في اكلان ومش قادر، يبقى برد شديد وعايز يطلع صوابعه او ايديه بره البطانيه او بره الغطاء اللي هو متغطي بيه. طبعا الاعراض دي بتختلف من شخص لشخص، وسببها الاساسي اللي هو التعرض الشديد للبرد. طبعا السيدات في البيوت احنا طبعا لازم ننصحهم اهم حاجة عدم التعرض للماء البارد. يعني لما تيجي تستخدم المية في حياتها اليومية سواء في المطبخ او في مسح، لازم نستخدم مية دافية ونمتنع تماما عن استخدام المية ساعة او تلبس جوانتي مثلا. جوانتي طبعا ده في الاوقات اللي هي مش بتستخدم فيه مية. في طبعا جوانتيات اللي هي الجوانتيات اللي هي المطاط ممكن تستخدمها عشان ما تتعرضش للماء البارد لو هي ما عندهاش مياه سخنه. او ننصحها انها تسخن مياه وتستخدم المياه سخنه وما تتعرضش نهائي السيدات بالذات للعمل في يعني دي من المحاذير في فصل الشتاء لستات البيوت. اه
طيب اما نيجي نخرج بره في الشارع لازم طب استاذنك قبل ما نخرج بره في الشارع فضل. في البيت بقى يعني بنسمع النصايح من زمان لا لازم نلبس شراب ونتدفى كويس تمام يا فندم ده برضو ينصح بيه بالظبط يا فندم انا لسه بقول لحضرتك يعني بره في الشارع يعني في البيت ممكن يبقى عندي تكييف عندي دفايه ده الجو يبقى دافي لو تعرضنا ان احنا هنخرج بره بالليل لازم ينصح بلبس الجوانتيات اللي هي الصوف لا القطن احسن القطن دي بتعمل تدفئه جميله جدا احسن كمان من الجوانتيات الصوف الشرابات لازم نلبس شرابات برضو تدفي الرجل نلبس حاجه على دماغنا ونغطي بيها الودان الكلام ده مهم جدا دايما للوقايه من المخاطر اللي ممكن يسببها مرض زي مرض رينولدز ده ممكن يجي في كذا صوره ممكن يجي في حده بسيطه جدا اللي هو حضرتك المريض او المريضه بتيجي تشتكي من اللي هي تغيرات اللون ومن الحكه ومن السقعه والزرقان ومش مستحمله والتنميل استاذنك احنا معانا فيديو هنا لو حضرتك تعلقنا عليه ده اللون مختلف فعلا بتاع الايد طبعا يا فندم احنا لو شفنا ان الايد الاطراف اللي هي ناحيه الطراطيف الصوابع لونها فاتح جدا اما لو تحت شويه طبعا عند اليد بتلاقي الاحمرار اللي هو الطبيعي طبعا ده نتيجه ايه نتيجه حصل انقباض في الشرايين او الشعيرات الدمويه الرقيقه بتاعه الشريان ده طبعا الحده بتاع مرض رينولدز بتيجي باشكال مختلفه جدا ممكن احيانا في بعض الحالات الشديده ممكن يحصل غرغرينا نتيجه طول الفتره بالاصابه بمرض رينولدز بس الشكل اللي معانا على الفيديو ده ان الايد توصل للمرحله دي كده ده معناها ان كان في مراحل قبلها كتير كان هو بيشتكي ان في بروده في الاطراف واهمل فيها بالظبط يا فندم المرض الحركه بتيجي دي مره حاجه بتيجي ظاهره بتيجي فصل الشتاء اكتر من فصل الصيف في ناس بيجي لها الحساسيه بتاعت رينولدز دي احيانا بس ده نادره طبعا في فصل الصيف لكن في فصل الشتاء بتحصل كتيره جدا 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 باشكال مختلفه وبحده مختلفه طبعا احنا لو عندنا امراض مصاحبه يعني مريض السكر وعنده رينولدز ديزيز او مريض عنده اساسا انخفاض ضغط الدم او مريض عنده جفاف وما بيشربش سوائل بكثره كل دول بيحصل المشاكل ممكن تبقى اكتر والتعرض لمرض زي مرض رينولدز دي بتدي ادي الى مضاعفات اخطر في امراض في الثانيه زي اسمها التهاب الشرايين معانا فيديو هنا برضه دكتور يمكن في نفس النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها الفيديو ده بيوضح سريان الدم في الشرايين طبعا احنا لو قلنا قطر الشريان مثلا هنا حوالي ملي بيحصل فيه انقباض بيوصل مثلا 3/10 ملي او نص ملي فكميه الدم اللي بيتدفق في الايد بتقل دي المرحله الاولى طبعا بيحصل بهتة الايد بتبقى بهتة بعد كده تبقى مزرقه شويه بعد شويه بيحصل اجهاد الشعيرات الدمويه بتاعت جدار اللي هي بتبقى ماسكه جدار الشريان زي ما قلنا لسيادتك قبل كده وبيحصل ما بتقدرش تخليه يفضل منقبض فتره طويله طبعا سموث ماسلز او اسمها عضلات ملساء في الشريان مرض رينولدز دوت اهم حاجه فيه الوقايه ان احنا عدم التعرض للبرد الشديد استخدام الماء الدافئ زي ما قلنا لسيادتك لبس الجوارب يعني انا المفروض ان الشتاء داخله انا اعرف ان انا هستعد واجهز نفسي ان في استعدادات معينه لموسم الشتاء وحضرتك الناس الطبيعيين اللي زي حضرتك يعني استخدام العادي اللي هو الاحتياطات العاديه لكن في ناس فعلا تاثير مرض رينولدز عليهم بيكون شديد جدا فطبعا دول ليهم محاذير جامده ده دي الناس اللي هي الاكثر عرضه بالظبط للاصابه بالمرض ده في فصل الشتاء خصوصا البنات احيانا احنا بنشوف حالات متقدمه جدا بنعمل ايه بنبدا بالعلاج الدوائي بندي ادويه اللي هي تعمل انبساط في الشرايين والشعيرات الدمويه الطرفيه بندي ادويه تمنع سيوله الدم بندي حاجه اسمها المغلقات المستقبلات الكالسيوم ده كل دي حاجات حبوب وكبسولات يا فندم في حالات متقدمه بنعمل حقن للعصب السمبساوي اللي هو مسؤول عن بيبعت اشاره للشرايين ان يحصل فيها انقباض العصب السمبساوي ده لوسيله الاتصال ده حضرتك العصب السمبساوي هو المسؤول عن الانقباض بتاع الشرايين والعصب الباراسمبساوتيك اللي هو المسؤول على الانبساط طبعا لما بيحصل تنبيه للعصب السمبساوي بيحصل انقباض في الشرايين في بعض الحالات الشديده بنقدر بنعمل حقن كيماوي للعصب السمبساوي
عشان ما يبعتش اشارات للشرايين وتنقبض. دي في الحالات الشديده. الكلام ده حالات شديده قوية قوي. في حالات طبعا تانية ما بينفعش معاها، بنعمل استئصال عصب السمبساوي عن طريق منظار في الصدر. طبعا دي عمليات يعني متقدمه، ويمكن فيديو برضو بيتكلم في نفس بيوضح اللي حضرتك بتتكلم فيه. احنا شايفين طبعا، شايفين التغيرات اللي على الجلد. ده بعد ما حصل انبساط بالظبط يا فندم. لا ده حضرتك انقباض شديد. ادي الايد مزرقه شبهت الاول خالص، بعد كده مزرقه، بعد فتره اللي بيحصل توهج وبيحصل انبساط شديد، فالايد بتبقى محمره وفيها فيها حضرتك اكلان نتيجه اللي هو عايز يهرش في ايده باستمرار كده، زياده تدفق الدم بغزاره نتيجه انبساط الشريان. يعني اللي بيبقى في الشتاء وحاسس ان الاطراف عنده بارده جدا ولونها متغير سنه، هو مبدئيا ده يبقى افضل من اللي ايده محمره وكميه الدم وصلها بشكل اكتر. وحضرتك احنا بنقول الناس الطبيعيين العاديين ناخد المحاذير، اي واحد بيحصل له، لكن الدنيا برد لازم ايده يحس بالبروده الشديده زي اي حد عادي، يلبس الجوانتي، يلبس الشراب، يدفي نفسه باي طريقه، يفرك ايده مع بعضها، يفرك فيها، يدفي نفسه يعني. طبعا لازم جوه البيت لازم يستخدم طبعا دفايه، يستخدم اجهزه التكييف اللي هي الدافيه بحيث ان يكون المكان دافي. اللي بيتعرضوا في العمل او الخروج في الاماكن البارده، الناس اللي بطبيعه عملهم بتستلزم وجوده باستمرار في الشارع او في اماكن بارده، لازم يلبس طبعا شراب دافي جدا، شراب مثلا صوف تقيل، جوانتي صوف في ايده، لازم يلبس حاجه على دماغه يغطي دماغه ويغطي ودانه. ده الحاجات دي محاذير مهمه جدا. تمام. طب الناس في دول اوروبا عاملين ايه لما احنا هنا في مصر كده وشويه برد هيجوا واحنا عايزين ناخد المحاذير دي كلها، هم بره الدنيا معاهم عامله ايه؟ هو حضرتك هم الانتقال برضو في الاماكن البارده مش كتير بيستخدموا طبعا ايه، وبيستخدموا محاذير طبعا، كله بيلبس الجوانتيات واللي هم جيناتهم واللي هم عشان متعودين على كده، فالوضع بالنسبه لهم عادي الاثنين برضو حضرتك. طيب احنا يمكن معانا خبر تاني من مجلتنا في نفس السياق اللي بنتكلم فيه. خبرنا بيقول التدخين والسكر وزياده الوزن تعرضك لخطر الاصابه بانسداد الشرايين الطرفيه. انسداد الشرايين الطرفية تصيب المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولا تتم السيطرة عليه، وكذلك ارتفاع نسبة الدهون في الدم كالكوليسترول والدهون الثلاثية، وأحيانا كثيرة قد يصاحب هذه الأعراض التدخين بكميات كبيرة مع وجود ارتفاع السكر في الدم، وهذه المتلازمة إنما تنتج انسداد الشرايين الطرفية. يمكن خبرنا دكتور في كذا نقطة لو نتكلم عنهم واحدة واحدة. هو السكر ده طبعا ده موضوع لوحده، فياريتني خليه في الآخر لأن ده هيحتاج وقت كبير مننا. مبدئيا نتكلم في زيادة الوزن والتدخين، ايه علاقة ده وتأثيرهم وعلاقتهم ان هم يوصلون لمرحلة انسداد الشرايين الطرفية؟ طبعا حضرتك زيادة الوزن لازم تكون مصحوبة بزيادة نسبة الكوليسترول في الدم. الكوليسترول بيعمل ايه؟ بيعمل ترسيب على جدار الشرايين. انهي شرايين؟ الشرايين اللي هي الكبيرة، كبيرة الحجم ومتوسطة الحجم. شرايين طبعا بنتكلم على فيما يخص الأوعية الدموية، بنتكلم على الشرايين الطرفية. ممكن يأثر على شرايين أخرى مثلا في الشبكية في العين، ممكن يأثر على شرايين القلب يؤدي إلى الذبحة الصدرية والأمراض الإيه؟ أمراض القلب. وهو لو ما وصلش حتى للطرفية، هو مجرد إن هو مترسب على الجدار فبيقلل لي كمية الدم المتدفق لل بالظبط يا فندم. طبعا الكوليسترول مش بينقي، ممكن يصيب جميع الشرايين اللي في الجسم بجميع الأحجام بتاعتها، زي الشرايين الكبيرة، زي شريان الأورطة أو الشرايين الفخذي والشرايين اللي في أعلى الفخذ، الشرايين متوسطة الحجم اللي هي بتكون تحت الركبة مثلا، وكذلك ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا. كل اللي وزنه زيادة عنده نسبة كوليسترول عالية؟ مش لازم، بس في معظم الحالات لازم الناس اللي عندها وزن زيادة لازم يكون نسبة كوليسترول عنده معظمه عالية. طب لو واحد وزنه زيادة آه وعايزين نتجنب الإصابة بمرض الكوليسترول، هل في نصايح نقدمها له بحيث انها تقلل؟ هو طبعا اول نصيحة انقاص الوزن اللي هو المسبب الرئيسي، الرياضة، العادات بتاعت الاكل بتاعتنا، لازم طبعا الاستغناء تاما عن الاغذية اللي هي في الوجبات السريعة. طبعا ممنوع خالص. لازم كمان لما نيجي ناكل في البيت ناكل الوجبات اللي هي باستخدام زيت الزيتون، الحاجات دي حاجات طبعا كلها دي بتقلل نسبة الاصابة بالكوليسترول. الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم متلازمة خطيرة جدا. استأذنك نطلع فاصل ونستكمل حديثنا. تحت امرك. طيب. فاصل اعزائنا المشاهدين ونعود من جديد، ابقوا معنا. شكرا.
تدعية من القرآن الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حان الآن موعد آذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. أدعية من القرآن الكريم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الصحة والجمال لون جديد للحياة.
استاذ دكتور جمال، اهلا بحضرتك مره ثانيه. استكمال لموضوعنا، كنا بنتكلم عن زياده الوزن والتدخين وتاثيره للاصابه، انه ممكن يوصلنا للاصابه. من ضمن العوامل اللي بتساعد توصلنا للاصابه بانسداد الشرايين الطرفيه. وحضرتك زياده الوزن مش لوحديها، زياده الوزن مع ارتفاع ضغط الدم مع السكر مع التدخين، دي من اخطر الحاجات المسببه لاصابه بقصور الشرايين. قصور الشرايين ده حضرتك ممكن يجي بدرجات مختلفه حسب طول فتره الاصابه بالسكر، مرض زي مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، ونسبه زياده الكوليسترول في الدم قد ايه. اللي بيحصل طبعا الكوليسترول ده بيجي على جدار الشرايين من الداخل بالتدريج، بيبدأ يعمل يترسب على جدار الشريان بالتدريج، حتى في بعض الحالات بيؤدي الى انسداد كامل الشريان. لما يحصل انسداد كامل للشريان بيحصل ايه؟ الدم ما بيوصلش للاعضاء او للانسجة. ده بيؤدي اليه في بعض الحالات لمرضى السكر ومرضى اللي عندهم زيادة كوليسترول في الدم ومرضى الضغط، الحالات دي بيحصل حاجة اسمها قصور في الشرايين الطرفية. القصور ده حضرتك ليه درجات مختلفة. ممكن المريض يقول لك انا ما بقدرش امشي اكتر من مسافة معينة، وهذه المسافة تتناسب مع مدى شدة اصابة بالشريان بالانسداد. يعني المريض يقول انا ما بقدرش اكتر من 100 متر امشي اكتر من 100 متر ما اقدرش، بيحصل ان انا لازم اقف وارتاح شوية بعد كده امشي. في مريض تاني بيقول 5 متر، في مريض يقول 50 متر. ده نتيجة ايه بقى؟ بتفرق من ايه لايه؟ اللي بيحصل حضرتك ان الانسجة طبعا في حاجة اسمها ان الشرايين بتغذي هذه الانسجة، الانسجة بتطلع في حاجة اسمها ميتابولايتس اللي هي التمثيل اللاكتيك اسيد اللي هو حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك لو اتكون في العضلات بكثافة كثيرة ومفيش ووش اوت، مفيش ازاحه ليها، المريض ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يتكلم، يكمل المشي بتاعه. طيب دي اعراض البسيطه اللي احنا لازم نيجي المريض يقول انا عندي ما بقدرش امشي مسافه كبيره تتراوح من الى. طيب ايه الاعراض الثانيه؟ المريض يقول لك انا بحس ان رجليا ساقعه ومتلجه، وصحت يقول لك انا بحس ان رجليا زرقاء. اول حاجه حضرتك بتعمل فحص عن شاملة المريض، يتعمل له فحص. الطبيب الاوعيه الدمويه لازم بيحس بايديه الشرايين الطرفيه ديت ويشوف حاسسها او مش حاسسها. تاني حاجه بيشوف بقى فحوصات اخرى زي نسبه الكوليسترول في الدم، نسبه السكر في الدم. بيعمل طبعا حضرتك في فحص مهم جدا اسمه اشعه الدوبلكس. الدوبلكس ده زي موجات صوتيه على الشرايين، ده فحص طبعا من خارج الجسم زي الموجات الصوتيه او السونار اللي الناس كلها عارفين. طيب ده بيدي صوره كبيره جدا عن تدفق الدم ومدى هل الشريان دوت سالك ولا في ضيق ولا في انسداد. في بعض الحالات ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل لهم حاجه اسمها اشعه بالصبغه على الشرايين عشان ترسم لي الخريطه بتاعه الشرايين بشكل اكثر دقه، يعني بشكل اكثر دقه زي الشريان حركة ابتداء من الشريان الأورطة لغاية الشرايين الطرفية. الإشعة دي إحنا بنعملها إمتى؟ لو كنت ناوي إن أنا أدخل المريض في علاج يعني حضرتك تدخل زي إن أنا أعمله قسطرة تداخلية أو توسيع بالبالون أو هنعمل دعامة، لا في حالات اللي هي شديدة زي حالات انسداد الشرايين أو ضيق الشرايين بنسبة كبيرة. طيب الانسداد الشرايين ده حضرتك في منتهى الخطورة، ولازم الناس كلها تاخد بالها ان مفيش حاجه اسمها تدخين نهائي. السكر، مريض السكر لازم ياخد باله من طول فتره الاصابه بالسكر. زياده الوزن، يا جماعه الكلام ده كله عندنا في المجتمعات بتاعتنا، وده من ضمن الامراض اللي بتؤدي الى نسبه وفيات عاليه نتيجه المضاعفات في نتيجه الاصابه فترات طويله. يعني واحد لما يجيله انسداد في الشرايين ونضطر ان احنا نعمل له لا قدر الله في بعض الحالات تدخل جراحي واستئصال عضو او باتر او غيره، فده انسان بانسان مقعد. حصل فده عيب. طب يمكن ده ياخدنا دكتور ايه النصايح اللي نقدمها لمريض السكر عشان نتجنب ان احنا نوصل للمرحله دي؟ مريض السكر حضرتك السكر ده مرض ليه علاقه بطول فتره الاصابه بمرض السكر، والاعراض بتاعت مرض السكر المريض مش حاسس او يعني
ان هو الفيديو الاعراضي الفيديو اللي معانا ده على الشاشه دكتور في نفس السياق اللي بنتكلم فيه في حاله مرضى السكر. طبعا طول فتره الاصابه بمرض السكر بيحصل انسداد برضو وتصلب في الشرايين نتيجه ترسب للكوليسترول على جدار الشريان. يعني بيؤدي الى ضيق في الشرايين بنسب متفاوته. وطبعا حسب مكان اللي بيصاب بيه الشريان بيحصل فيه اعراض. احنا طبعا شايفين الشرايين هنا هو بتضيق. طب تحديدا بالنسبه لمريض السكر الاحتياطات اللي هو يعملها مبدئيا، حضرتك قلت ان طول فتره المرض بيبقى ليها دور او من ضمن العوامل اللي بتساعد بفرصه الاصابه بانسداد الشرايين، تمام؟ طب تظبيط السكر، حضرتك ضبط السكر ده في غايه الاهميه. ضبط السكر في غايه الاهميه لان مريض السكر معرض الى حاجه في منتهى الخطوره اسمها القدم السكري. القدم السكري دي حضرتك نتيجه ان المريض السكر عنده سكر مرتفع مش مثبط مش كنترول دي يعني، وعنده حاجه اسمها التهاب في الاعصاب الطرفيه. ممكن يحصل اصابه للقدم والمريض مش حاسس. يعني ممكن اصابه نتيجه قص اظافر مثلا، قص اظافر، داس على مسمار، داس على حته ازازه، رجله اتخبطت وهو مش واخد باله وما حسش بيها لغايه ما يعرض، يحصل التهاب وتورم، وممكن يحصل التهاب صديدي وممكن تؤدي الى حاجات ايه لا يحمد عقباها. فطبعا اول نصيحه لمريض السكر اللي هو ضبط السكر بصفه مستمره. ضبط السكر بصفه مستمره ديت ان احنا طبعا عدم التعرض للادويه اللي فيها الاكلات اللي فيها نسبه سكر عاليه، ولازم ان هو يتابع مع طبيب الامراض الباطنيه بياخد العلاج المناسب ليه سواء انسولين او علاج عن طريق الفم لما يوصل في الاخر ان هو ظبط، لازم يظبط السكر. تاني حاجه في حاجات انت بستاذنك معنا اتصال ناخد اتصال معانا الاستاذ حسام. استاذ حسام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسال عن موضوع بروده الاعصاب او بروده الاطراف في الشتاء. دلوقتي دكتور يعني كل شتاء كده بيخش بيبقى رجلي فيها نوع من التنميل، وبالذات الصابع الصغير بيبقى لونه ازرق وبيبقى فيه الم غير عادي، حتى ما ببقاش عارف البس الجزمه. هل ده وبعد يعني بعد الشتاء بيروح خلاص ببقى كويس، في الحر ببقى مفيش اي مشكله، هل ده مثلا يبقى انا عندي مشاكل في الاوعيه الدمويه ولا ده امر طبيعي؟ هو حضرتك طبيعه العمل بتاعك انت في سؤال تاني يا استاذ حسام؟ لا يا فندم. طب نشكرك يا استاذ حسام، اتفضل الدكتور هيجاوب على حضرتك. طبيعه العمل بتاعك انت حضرتك بتعمل في اماكن مغلقة ولا في تعمل في أماكن مثلا زي في محطة بنزين أو أماكن معرضة في الأماكن العامة؟ طبعا بتختلف، تختلف هو في الجو برا أو جو طبعاً. جو داخلي طبعا. الأعراض اللي بيتكلم عليها الأستاذ حسام دي بتقول إن هو عنده حساسية للبرد زي مرض رينولدز. أهم حاجة حضرتك إحنا قلنا الاحتياطات اللي قلنا بياخدها، اللي هو لازم يلبس شراب تقيل، لازم يلبس جوانتي في إيده، لازم بيعرض نفسه على طبيب أوعية دموية يديله أدوية اللي هي بتساعده على إيه؟ انبساط الشرايين عشان ما يحصلش ضيق في الشرايين. يعني وضعه طبيعي كده. طبعا يعني طبيعي ان شاء الله. طب استاذنك معانا اتصال تاني معانا الاستاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الدكتور مع حضرتك اتفضل. انا اسالك دلوقتي دكتور، انا معاك محمد من مرسى مطروح. يا اهلا وسهلا، اتفضل. دكتور انا عندي عيال معاهم ضعف في النخاع، بيقولوا كده ضعف في النخاع، بيقولوا دم كل شهر. طب استاذنك تعلي الصوت شويه يا استاذ محمد. ضعف في النخاع. ضعف في النخاع يا دكتور. طيب سواء في حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟ بيقولوا له دم كل شهر. تمام. في اي استفسار ثاني؟ حضرتك عايز تسال ولا حاجه؟ لا يا محمد. لا يا دكتور انا عايز اي نتيجه بس يا دكتور للعيال دي، انا توأم. حاضر يا استاذ محمد، الدكتور هيرد على حضرتك. نشكرك يا استاذ محمد. في ضعف في النخاع وبينقل لهم دم كل حضرتك دوت ليه علاقه بامراض الدم. ملوش علاقه طبعا بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الشرايين او غيره. امراض الدم دي حضرتك ان هو عنده البون مارو او النخاع الدم بينتكش كرات دم بكثافه، فبيحتاج المريض نقل دم بصفه منتظمه، ممكن تكون مره كل شهر، واحيانا بيجي تعمل لهم حاجه اسمها زرع نخاع. فطبعا محمد انا انصحك ان انت تعرض زوجتك او تعرض المريض اللي عندك لحد من اساتذه او دكاتره الامراض الدم ويشوف
طبعا بيعمل لها الفحوصات اللازمه وبياخد عينه من النخاع العظمي وبيحدد هل في خلايا منتجه ولا لا، وبناء عليها يقول لك هل دي هتكتفي بنقل الدم لفترات معينه ولا تحتاج زرع. يعني حضرتك تنصح الاستاذ محمد دلوقتي تروح لدكتور تخصص ايه بالظبط؟ امراض الدم. دكتور امراض دم. وهو طبعا هيقدر يوجهه بقى ويشوف الدنيا. جامعه اسكندريه جنبيه طبعا دي يروح. ربنا يشفي. طب استكمالا دكتور للنصايح، طبعا مرضى السكر احنا قلنا ان هو بيحتاط وبيظبط سكره. تمام وصلنا لموضوع القدم السكري والعنايه بالقدم. العنايه بالقدم دي حضرتك لازم المريض اللي عنده سكر يلبس حذاء يكون طري وحذاء يكون يحافظ على رجليه، بيلبس احذيه مثلا ضيقه، يلبس احذيه من نوع حضرتك اللي هي زي الكوتشي الحاجات اللي هي ليه مرنه في الحركه شويه. مرنه في الحركه. تاني حاجه العنايه بين الاصابع، في احيانا كتير جدا اضطر حضرتك تاني معنا اتصال. الاستاذ سعد اتفضل يا استاذ سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور معايا؟ اتفضل يا فندم. الدكتور مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ قلت له حضرتك ازيك. اهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا اللي عندي القدمين بتوعي السنه اللي فاتت بس حسيت بسقوعيه جامده فيهم الشتاء اللي فات، يعني كف رجليا الاثنين وانا اصلا عندي السكر والضغط، فبقيت مش عارفه اعالجهم ازاي، يعني ادفي اعمل احطهم عند الدفايه، فانا مش عارفه يعني. والسنه دي حاسه بنفسي برضو الاحساس لسه في بدايه الشتاء، فمش عارفه يعني اعمل ايه، اتوجه لمين، لدكتور ايه، او اعمل ايه يعني. طيب هنجاوب حضرتك يا استاذ سعد. اتفضل دكتور. الف سلام على حضرتك. الاول اهم حاجه حضرتك هنظبط السكر بصفه مستمره جدا. تاني حاجه لازم تعرض نفسك على دكتور اوعيه دمويه اللي هو جراحه اوعيه دمويه، هيفحص حضرتك الاول ويحس الشرايين لقيتها محسوسه كويسه زي الفل، لو في اي حاجه مش حاسسها كويس بيطلب لسعادتك حاجه اسمها اشعه الدوبلكس اللي هي بتطمن على الشرايين. طيب النصايح الاوليه حضرتك ان انت لازم تستخدمي تدفي المكان كويس قوي، لازم تلبسي شراب في رجل حضرتك كويس قوي بحيث ان احنا ندفي الطرف وندفي العضو بتاعنا بحيث ان تبقى الدنيا حسب ايه، مفيش بروده ولا سقوعيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. يعني نقدر نقول طول فتره الشتاء طبعا عشان تجنب الكلام ده لازم لابسه شراب ومدفي رجلها باستمرار، ولازم تروح لطبيب اوعيه دمويه لو بيكتب لها ادويه توسع الشرايين الطرفيه بحيث نديها ادويه توسع الشرايين الطرفيه بصفه مستمره ان شاء الله. لكن اقصد اقول ان الحاله هي في اولها، الحمد لله ما وصلناش الحاله ما سائتش، الموضوع ده موضوع طبيعي عادي اللي بيقدر يتم التعامل معاه. اطمن يعني الحاجه سعاد يعني اطمنها طبعا، لان برضه ده من ضمن المرض ممكن يكون نتيجه اللي هو الحساسيه للبرد، يعني ممكن يكون الشرايين عند حضرتك زي الفل وكويسه، الحساسيه للبرد اللي هو بيحصل انقباض في الشرايين الطرفيه بتاعه الاطراف وخصوصا الاصابع الايد او الرجل. طب من ضمن الحاجات الاخيره، احنا للاسف وقت حلقتنا قرب على الانتهاء، كان في من الوصفات الطبيعيه موضوع الخردل. خردل ايه قصه الخردل ده؟ الخردل ده ننصح بالناس ولا لا؟ طبعا اي حد عنده قصور او ضعف في الشرايين الطرفيه بتاعته ينصح ان هو بيحط رجليه يوميا في محسحوق الخردل. خردل مطحون؟ الخردل مطحون طبعا، يتحط في ميه دافيه والمريض يحط رجليه فيها لمده 10 دقائق ربع ساعه يوميا، ده من الوصفات المهمه جدا جدا جدا. يعني ده بينشط الدوره الدمويه ويخلي الدوره الدمويه توصل لها. بيعمل تنظيم اللي هو ريجوليشن، تنظيم للانقباض والانبساط بتاعه الشرايين، ده مهم قوي، واحيانا بيقعد يعمل توسيع للشرايين. طيب اما يطلع رجليه المريض من، احنا نرجع نقول لو مريض سكر لازم ينشف بين الاصابع كويس قوي. غسل رجله وينشف كويس. لازم ينشف عشان طبعا احنا ممكن مريض السكر لو عنده حاجه اسمها تينيا واتعملت شقوق بين الاصابع دي ممكن تكون مصدر لدخول الميكروبات للقدم. تأليم الاظافر ده في منتهى الخطوره. طيب هو للاسف يا دكتور هو الحديث مع حضرتك ممتع جدا بس للاسف وقت حلقتنا انتهى، فان شاء الله على وعد ان احنا نستكمل حديثنا. موضوع السكر ده موضوع كبير جدا طبعا. ومحتاج وقت كتير جدا ان شاء الله، فعلى وعد ان شاء الله احنا نستكمله في حلقه جديده ان شاء الله تاني. مع تمنياتي بالشفاء لكل الناس. ربنا يخليك يا دكتور. وبنشكر اعزائنا المشاهدين وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.